روح لمنتخب مصر لكرة اليد سيدات واللي حقق المركز الثامن في بطولة أفريقيا طبعا بمشاركة سداسي النادي الأهلي. ولكن أنا عايز أقف هنا، الناس هتقول لي مركز ثامن، لا مركز ثامن إحنا طبعا بنحيي اللاعبين اللاعبات والجهاز الفني بقيادة الكابتن رامي عبد اللطيف. ليه؟ هذه المشاركة الأولى بعد 10 سنوات غياب عن أفريقيا، فإذا لا نتوقع الكثير بعد مشاركة أولى مع فرق بتشارك كل سنة فطبعا او كل بطوله. فطبعا احنا بنربط على ايد اللاعبات بنقول لهم كويس جدا يعني البدايه دي، ولكن يعني همسه بقى في اذن الاتحاد او اللجنه المؤقته نرجو الاستمرار. الحمد لله انتوا قطعتوا شوط كبير جدا بتكوين الفريق، الحفاظ على هذا الفريق والاستمرار في دعمه سواء بمعسكرات سواء 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 بكل شيء. عايز بس اقول الفريق عمل ايه. الفريق كان في مجموعه فيها تونس المغرب غينيا، تاهلنا من المجموعه دي كتاني، رحنا في دور الثمانيه قابلنا السنغال صاحبه الارض والجمهور وخسرنا 21-19 في مباراه كانت صعبه. طبعا السنغال يعني اكيد مستضيفه البطوله مش عشان هي فرقه ضعيفه لكن هي فرقه جيده. نفس الكلام بعد كده قابلنا في تحديد المراكز تونس خسرنا منها بضربات الترجيح، خسرنا منها بنتيجه 26-24 عشان نخسر ترتيب المراكز من السابع الثامن مع كوت ديفوار 27-24. يعني قصدي اقول لكم ان الماتشات كلها كلوز جيم، لو الفرقه دي تعادت بشكل جيد وخدت احتكاك خاصه مع افريقيا السمراء اللي بيمتازوا بالقوه بالالتحامات الفرقه دي يبقى لها يعني وضع تاني. فنتمنى نتمنى تاني انه الفريق ده يتم الحفاظ عليه ويتم تدعيمه ويتم اقامه معسكرات خارجيه ونتقابل كمان سنتين في بطوله افريقيا القادمه هنغمض ونفتح نلاقي نفسنا فيها. والفريق ده زي ما قلت لحضراتكم اخر مشاركه ليه كانت 2012، فاذا يعني كام باك كويس ويلكم باك، نتمنى لهذا الفريق التوفيق.